السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. شكرا للمتتبعين العزاز ديالي على التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا وعلى التفاعل ديالكم، شكرا لكم. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. واليوم جبت لكم هذا البارتما هذه هذا البارتما نص اصلاح نصف اصلاح، بقى ما مصلوحاش كامله. المهم اللي بغاها مرحبا. راه بارتما كبيره، فيها 84 متر كما كتشوفوا معايا. راه هي السيده يلاه باديه في الاصلاحات. فيها 84 متر، فيها صالون وجوج البيوت وسيجور، وفيها كوزينه وطواليت، وفيها لاكور. مهم دار كبيره جات في السفلي سفليه. اللي بغاها يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البارطمات اللي باقين عندنا، راه كاين عندنا بارطمات في سيدي مومن في الديور، كاين عندنا بارطمات في البرنوسي، كاين عندنا بارطمات في اناسي. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كاين عندنا بارطمات في المعارف في بورغون، وكاين عندنا بقع ارضيه في حد السوالم، بقع زوينه تجاريه وسكنيه. بالنسبه لهاد البارطما هذه بارطما قبليه، يعني مشمسه الشمس ديال الصباح كتضل فيها الشمس. اللي بغاها يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للبارطمات راه كما قلت لكم كاين بارطمات في القناه، وكاين بارطمات باقا ما نزلتهمش. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، ان شاء الله وغادي نشارك معكم البارطمات اللي تباعوا. تباعت البارطما ديال عبير، البارطما ديال اقامه امين، وجوج بارطمات كاينين في حي الدومه في الديور حتى هما تباعوا. تباعت البارطما ديال الحي محمدي، تباعوا جوج بارطمات اللي في عين السبع. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على اناسي، راه كاين عندنا بارطمات في اناسي، وكاين بارطما في ديور الحديقه زوينه غزاله جات حدا البلاكه ديال الترام. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. واللي كيسول على الارض، راه كاين عندنا ارض ما بين حد السوالم والبير الجديد، وكاين عندنا واحد الفيرما زوينه ومعها ارض في ولاد زيان. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ارض فلاحيه زوينه. وبالنسبه للسيده راه كطلب فيها الدار هذه 84 متر، كطلب فيها 30 مليون. اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا ويجي يشوفها. وبالنسبه للبارطمات اللي باقين عندي في القناه، راه باقين عندي بارطمات ديال البرنوسي، عين السبع، اناسي، سيدي مومن. ان شاء الله راه غادي كل يومين نشارك معكم بارطما ان شاء الله. كنتمنى دائما نكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه، ونكون خفيفه على قلوبكم. وما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال، باش تعم الفائده وتشجعوني حتى انا نزيد نحطي اكثر. وشكرا للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيشجعوني دائما، شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التواصل ديالكم. وبالنسبه لهاد الدار هذه، راه كتواجد في الهراويين. اللي بغى يجي يشوفها يتواصل معنا ومرحبا. وغادي نخليكم مع تتمه الفيديو، فرجه ممتعه.